النائبة غادة، هو في مشكلة انه المصريين يحتفلوا قدام اللجان؟ انت كامرأة وكنائبة وكمواطنة مصرية، ايه المشكلة انه الستات تفرح قدام اللجان والرجالة وكل الناس وكل الشعب المصري؟ انا قريت بعض التعليقات على الانتخابات، في يعني عجبتني جدا، عايزه اقولها. كانت مكتوبه: طوابير الانتخابات افضل من طوابير اللاجئين. ده حقيقي، ولسه قايلينها النهارده في المقدمة بالظبط، بتاعتنا. في الطبل والرقص والغنى امام اللجان افضل من الصراخ والعويل والبكاء على الحدود. اللي مطلوب مننا ايه علشان ننتخب او ننزل او نفرح؟ مطلوب مننا ايه؟ نازلين انتخابات، ايه اللي مطلوب؟ تنزل مكشر مثلا، او تنزل مثلا لابس اسود مثلا نازل الانتخابات عشان نرضي الاخوان الارهابيين؟ ولا المفروض ان احنا نتبع التعليمات والتحريض اللي هم بيقوموا بيه بره وجوه، والدول اللي هي بتدفع لهم اصلا؟ المواطن ليه حقوق، تعليم وعلاج، وليه حقوق على البلد. طب حق البلد عليك ايه؟ حق البلد عليك ايه؟ انت مطلوب انك انت تنزل تنتخب ايا كان اللي هتنتخبه، بغض كن إيجابي النظر، مع بلدي. انزل ايجابي، حاور، جادل، اتكلم. انما انت ما تنزلش وتقعد وليك طلبات وقاعد في البلد، لا، حرام عليك، حرام عليك الشهداء اللي بيستشهدوا على الحدود وبياخدوا الرصاص في صدورهم، حرام عليك انك تشوف المنظر الجميل اللي قام بيه المصريين في الخارج من التصويت. وعايزه هنا اذكر واشكر كل المصريين اللي في الخارج اللي نزلوا، لان فيهم مصريين في الخارج كانوا في امريكا وفي الدول الاوروبيه مكتوب على البطاقه بتاعتهم مقيم في الخارج، يعني ملوش سكن وملوش حق التصويت. حاولنا نتكلم اللجنة العليا للانتخابات، رفضوا تماما، ما لهمش تصويت، بس نزلوا يخدموا الطوابير اللي واقفة ويشاركوا ويغنوا. بشكر الهيئة، حتى اللي نزل في الخارج الإخوان قالوا عليهم بيرقصوا قدام اللجان. حرين، بيفرحوا ببلدهم. الهيئة القبطية، بشكر أستاذ عادل وسكرتير الهيئة القبطية جاكلين، اللي عملوا مؤتمر داعم للانتخابات وعرض الإنجازات لدولتنا بحب، ومش هاممهم ايه اللي هم هيشاركوا بيه غير يعني ابسط الامور، انهم يساعدوا وانهم ينظموا وانهم يدوا ميه او يدوا عصير للناس اللي موجودين. اظن دول مهاجرين بره، يحملوا جوازات سفر اخرى، مش ليهم حق في الانتخاب. ورغم محاولاتنا المستميته ان هي ليهم حق في الانتخاب، ولكن ان شاء الله تتصلح السنوات القادمه. المطلوب مننا ان احنا نحزن؟ لا، هم شافوا ام الشهيد بتزغرط، أم الشهيد بتزغرط بتفرح، أم الشهيد بتدي ابنها وبتقول كملوا المسيرة لزمايله وأصحابه بيجيبوا حقه. البلد كانت في عنق الزجاجة الأربع سنوات الماضية، وجاء وقت الحصاد. فدي في حالة، هم في حالة هلع. الزغاريط بالنسبة لهم صوت مدافع في ودانهم. الفرحة بتاعت كل اللي موجودين، اللي قدام اللجان والستات الكبيرة في العمر والناس اللي نازلة تشارك والشباب الصغيرين. أنا بنتي خرجت، كان عندها امتحان، خرجت وراحت بسرعة عشان هي تنتخب، وغيرها وغيرها وغيرها. البنات فرحانة والناس فرحانة. مطلوب إن إحنا نحزن؟ نحزن عليكم، نحزن عليكم إن شاء الله، لكن المفروض أنتوا للأسف الشديد إن ما يبقى لهمش كلمة. العيب مش منهم، احنا تملي، وحفضل اقول واكرر، الاعلام الفاسد في الدول الكارهه لمصر ما هم الا قله. والصوت على فكره بينخفض دلوقتي، بيقل، ما بقالوش معنى. بص، واحد طالع زي الاراجوز، انت اللي زي الاراجوز مش احنا. انت اللي عشان تحرض وعشان عايز تموت ده وتقتل ده وتحرض ضد بلدك، يا عميل يا ممول بدوك فلوس، انت المفروض هيتحاسبوا وهييجوا قريبا ان شاء الله باذن الله. المجهود اللي بيقوم بيه الداخليه والجيش الناس على اللجان حاجه مشرفه. انا رغم ان انا بقالي اربع خمس شهور بلف على مستوى العالم كله، امريكا، ايطاليا، الامارات، الكويت، السعوديه، لا تتخيلي قد ايه المصريين فرحانين، قد ايه المصريين بيشاركوا في بلدهم عشان عارفين حقهم او حق البلد دي عليهم ايه وبيعملوا ايه. لكن تيجي علشان تجيب لي واحد اراجوز ممول واخد فلوس قاعد في بلد مطرود، واخده بال حضرتك، وجاي بتتكلم على بلد؟ لا.
هو هيتجنن ان في نجاح، هيتجنن ان في تصويت، جايب لي عربيه توك توك مصورها لي، وطبعا هم طيب احنا هنرجع